لم احتار لم احتار تحت الأشجار تحت الأشجار ما نحكي فرح وطار بدنا نطير فوق يلا فرح وطار طبعا انا موجوده من احنا نازحين الموجودين في مخيم النزوح. حاولنا نعمل الفكره الخيمه الملونه هاي من وسط النزوح من قلب النزوح. هي خيمه هاي ملونه حاولنا عن طريقها انه كان طبعا هي الخيمه او الفكره هاي نتجت نتيجه الوقت الراهن او الحرب الاباديه اللي صارت على قطاع غزه الحبيب وصارت على اطفالنا. حاولنا بالفكره هاي احنا نشتغل على جانب الاطفال بشكل قوي لانه الاطفال هم الفئه المهمشه اللي تم استهدافها بشكل مباشر، فتعرضت لاضطرابات معينه في كثير من جوانب الأطفال تعرضوا لاستهدافات مباشرة، إذا ما كان تم استهدافه تم بتره ما تم بتره تم اضطراب الجانب النفسي لإله والجانب السلوكي. إحنا قادرين نحصي أعداد شهداء وأعداد جرحى، ولكن الإشي اللي إحنا ما بنقدر نحصي بالأرقام المجردة الاضطرابات النفسية والسلوكية الراهنة لأطفالنا. قدرنا إحنا بالخيمة الملونة هاي إحنا نطلع الطفل من الجو والاستهدافات والأصوات اللي بعيشها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. قدرنا بهاي الخيمة إحنا نشتغل بجانب الترفيهي بجانب التفريغي بجانب الدعم النفسي البسيط اللي احنا كفريق موجودين بالميدان عبارة عن فريق شبابي متطوعي. قمنا بإنشاء الفكرة هاي وقمنا بإنشاء الخيمة كجهود شخصية فقط، فقمنا برسم على وجوه الأطفال تفريغ الأطفال توزيع بعض التعزيزات اللي ممكن تهون عليهم من الوضع الراهن اللي هم بيعشوا. فاتي اللي كانت بشكل عشوائي اللي هم على الشريحة لها عم قلعتونا. هدف الخيمة هي يعني زرع بذور التفاؤل والأمل في قلب كل طفل فلسطيني غزاوي بالأخص. ما في حدا بيهتم بهذا الجانب، إنه الآن التركيز أكثر على يعني جانب الطعام والأكل والشراب، فإحنا بنحاول يعني نتوخى الحذر في جانب النفسي للأطفال. أمي تحط اللزة هي. طلعنا من تحت الرضع أنا وولاد عمامي وبابا وماما. طبعا حزننا على إنه عمامي راحوا وولاد عمامي وجدي وجدتي وأجدها على هذه الخيمة، فمشكورة اللي مسكها ومرقت الخيمة ورسموا هذه الخيمة إلى الأطفال تفريغ النفسي ويفرحوا الأطفال. هاي من سوردي